السلام عليكم. اليوم نروحوا الملعب دوي راح يتعن، واللي بالمناسبه ندير نداء من هذا المنبر الى السلطات العليا في البلاد من اجل تغطيه هذا الملعب، لان فراغات كثيره هذه، وان شاء الله ان شاء الله تكون فيها تغطيه، يعني غلاف خارجي، خاصه وان الغلاف لا يكلفش كثير، لا يكلف كثير، تكون مواد يكون فيه مواد خفيفه خفيفه، مواد ستريكتير تيبولار، وفيها يعني ان بارداج يكون خفيف، مواد كاينه مواد كثيره بلاستيكيه ممكن نستعملها، وندير جو دو ليميير، فيها جو دو ليميير، فيها ان شاء الله ان شاء الله المسؤولين هادو يسمعوا النداء هذا. وللعلم انه كذلك انه الالوان تاع الكراسي ما راهيش تظهر مليح، راهي تبان شاحبه، وهذا بسبب انه كل الكراسي تم تغليفها بالبلاستيك، بالساشيات تاع بلاستيك، اذا الالوان ما عادش تبان باللون الحقيقي تاعها. نخليكم تتابعوا ما تبقي من الفيديو. السلام عليكم.